بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اليوم مع بعض الحروف التي يمكن أن نكون نسمعها. واليوم حرف الهاء، يلا نقرأ كلمات مع حرف الهاء، بها مد بالألف وفيها الحركات القصيرة. يلا يا أم. ذهب ذهب. شطورة. ساحرة ساحرة. أحسنتي. ممتاز. خدمة. عافية عليكي. محروم. محروم. واحدة. شاطر. هاريب. 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 شوفي نديها زينب. هاجر. هاجر. مهارته. سهام. سهام. مهاد. مهاد. أحسنتي، بارك الله فيك. تقول فرح. هذا علم الكويت. هذا علم الكويت. ما أجمل علم بلدي. ما أجمل علم بلدي. تقول فرح. هذا علم الكويت. ما أجمل علم بلدي. أوكي. لا. لا. دي. دي. بلدي. وهذه عمري. تقول. وهذه. الكويت. أوكي. المعلمة. المعلمة. ران. رانيا. من. من. الأطفال. أن يقوموا برسم صور رسم رامي صورة ريسا رسمت ريم صورة رمان ورسم ريحان صورة رمال رمال صورة رمال. أحسن.